بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع الآية، وهي قوله تعالى: ولأضلنهم. قد انتهى بنا الحديث إلى آخرها، وهو قوله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هذا تسجيل على من فعل هذه الأفاعيل، على من بتك آذان الأنعام للأصنام وغير خلق الله في نفسه وفطرته، أن ذلك من اتخاذ الشيطان وليا، لأنه أطاعه في هذه الأمور، فإذا أطاعه فقد اتخذه وليا يأمره وينهاه من دون الله، أي غير الله، والذي له الخلق والأمر هو الله جل وعلا. والخير كله في طاعة أمر الله، والشر كله في طاعة أمر الشيطان. ومع هذا ينخدع كثير من العالم بدعايات أهل الضلال من شياطين الإنس والجن، فيتركون الكمال والجمال ويتحولون إلى صور مشوهة ومغيرة، لا لشيء إلا لأن أذواقهم منحرفة ومطيعة للشيطان. وهذا من الفتنة والعياذ بالله، ومن التقليد، من التقليد السيء من بعض الناس لبعض. من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل، فقد خسر خسرانا مبينا. خسر، هو يظن أنه تقدم وأنه حضارة وأنه جمال وأنه كمال، في حين أنه خسارة وخيبة، ولكنه لا يفكر في هذا، لأن فطرته انتكست، فاعتقد الخير شرا والشر خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا من عصى الله سبحانه وتعالى وأطاع غيره، فإنه ينتكس إلى هذا المصير. من يتخذ الشيطان وليا من دون الله قد خسر، في حين أنه يرى أن هذا ربح، وأنه مدنية، وأنه حضارة، وأنه تقدم، وأنه كمال وجمال إلى آخره، لأن الشيطان مناه بذلك كما سبق في أول الآية: ولأمنينهم. خسر خسرانا، تأكيد، هذا مصدر مؤكد لخسر، ثم أكده أيضا بقوله مبينا، أي خسرانا بينا، لأن الخسران قد يكون خفيفا، قد يكون خفيا ولا يعدرى به، لكن هذا خسران مبين واضح يراه كل أحد. ولهذا هؤلاء المنخدعون بتزيين الشيطان في أنفسهم وفي أموالهم وفي تصرفاتهم يبين عليهم هذا المظهر السيء، ويزدريهم الناس، وإن كان الناس قد لا يظهرون لهم الازدراء صراحة، أو قد يمدحونهم، لكنهم في الباطن والقرارة في أنفسهم يزدرونهم. قد خسر خسرانا مبينا واضحا بينا، وهذا واضح، ولله الحمد على هؤلاء المنتكسين. تجدهم أذلة، تجدهم مشوهين، تجدهم في أقبح صورة لو كانوا يعقلون. فقد خسر خسرانا مبينا. ثم قال عن الشيطان: يعدهم، يعد أولياءه، يعدهم بأن لهم العواقب الحميدة واللحوق بالحضارة
الكمال وغير ذلك، يعدهم ويمني. ثم قال سبحانه وتعالى خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم، يعدهم بالوعود الكاذبة ويمنيهم الأماني الغرارة كما سبق، ولأمنينهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل هذه الأوعاد وهذا التمويه وكله سيزول ويبطل ويتبين لهم الغرور. ولهذا قال جل وعلا ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان، فلا يغرنكم أيها الآدميون الغرور الخداع. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فغرور بالضم، ضم الغين، مصدر، مصدر يغر يغر غرورا. وأما الغرور فهو الشيطان، الغرور الشيطان، صيغة مبالغة من الغرر. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم بين مصيرهم ونهايتهم والعياذ بالله، فقال أولئك مأواهم جهنم، أي النار والعياذ بالله. جهنم اسم من أسماء النار. هم يريدون المستقبل الطيب والرقي والحضارة، في حين أن نهايتهم إلى النار والعياذ بالله. أولئك مأواهم، مأواهم الذي ما يجدون مأوى غيره، يأوون إليه، أولئك مأواهم جهنم وساءت، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. شوف، قال مأواهم ثم قال لا يجدون عنها محيصا، ما لهم مأوى غيرها. العادة أن الإنسان إذا أوى إلى مكان ورآه لا يصلح يذهب ويلتمس غيره، لكن هؤلاء ليس لهم حيلة، ليس لهم مأوى إلا هذا والعياذ بالله. أولئك مأواهم جهنم ولو تمللوا وضاقوا وتعذبوا فإنهم لا محيد لهم عنها ولا بدل منها. مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والعياذ بالله. فهذا مما ينبه المسلم عن الانخداع بشياطين الإنس والجن، ويبين العاقبة. ما هي العبرة بالدعايات والتمويهات والزخرفات والشائعات، العبرة بالمصير، والإنسان يفكر في المصير والعاقبة، ولا ينظر إلى المظاهر الخداعة. ولهذا يقول الشاعر وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. فيجب على الإنسان يفكر في العواقب. أولئك أطاعوا الشيطان في هذه الدنيا وانخدعوا بدعاياته وتضليلاته، فصار مآلهم هذا المصير المؤلم الذي لا يتخلصون منه ولا يجدون عنها محيصا. ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم عباد الله المخلصون الذين لزموا طاعة الله وصبروا عليها ولم ينخدعوا بدعايات دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن، بل صبروا وثبتوا، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بألسنتهم وبقلوبهم وبأعمالهم وجوارحهم، آمنوا بالله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل داخل في الإيمان ومن حقيقة الإيمان، لكنه عطفه عليه من باب التأكيد، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى داخلة الصلوات، لكن أعاد ذكرها من باب التأكيد. فلذلك العمل، عطف العمل على الإيمان، إنما هو من باب التأكيد، من باب عطف الشيء على نفسه. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد الله حقا، جنات، ما هي جنة واحدة،
أولئك في جهنم ما هن غيرها، وهؤلاء في جنات واسعة فسيحة نظرة، جنات تجري وتجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها الأنهار العذبة الطيبة، مناظر جيدة وجميلة ومذاقات حلوة وعذبة تجري من تحتها الأنهار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لا يخافون أن تسلب منهم أو أن تخرب أو أنهم يخرجون منها أبد الآباد، آمنون فيها خالدين فيها أبدا. ثم قال وعد الله حقا، لا يتخلف وعده سبحانه وتعالى، وهذا من باب تطميع هؤلاء المؤمنين وتثبيتهم بأن وعد الله لا يتخلف، خلاف وعد الشيطان فإنه غرور كما سبق في الآية التي قبلها. ومن أحسن ومن أصدق من الله قيل، قيل مصدر قول، فأصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه في القرآن العظيم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.